له سؤال أخير يقول فيه: وجدت نقودا يوم كنت صغير السن ولجهلي بالأحكام فقد أخذتها وتصرفت فيها، والآن أريد أن أبرئ ذمتي منها، فماذا أفعل؟ يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه وأن تستبيح منه ما حصل منك من إساءة، وإذا كان صاحبها ميتا إنه يجب عليك ردها إلى وارثه. أما إذا كنت لا تعلم صاحبها ولا تعرفه فإنه تعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها، ومع هذا عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، لأن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها ولا أخذها بدون رضاه، وهذا ظلم وعدوان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ترد المال إلى صاحبه أو إلى وارثه، فإن لم تستطع عليك أن تتصدق به وتبرئ ذمتك منه، والله أعلم.